في فقرة وان شوت دايماً بنركز على اللقطات الإيجابية. خلال طبعاً الساعات الأخيرة حصل حاجة مهمة جداً على الصعيد الإنساني عايز أقولها لحضراتكم. الموضوع بدأ بمبادرة من اللاعب طبعاً محمد سمير لاعب نادي زد الحالي لنزل بوست طلب فيه مساعدة أسرة الراحل طبعاً اللاعب الراحل محمد شوي لاعب كفر الشيخ وقال فيها محمد سمير إن ظروفهم صعبة جداً وإنه واثق من جدعانة اللاعبين إنهم يقدروا إن هم يتحركوا معاه علشان يقدموا الأسرة طبعاً اللاعب الراحل كل سبل الدعم المساندة طبعاً بوست مع حضراتكم حضرتك شايفينه. الأجمل بقى هي سرعة الاستجابة لدعوة محمد سمير على طول اللي أعلن تواصل بعض لاعبي النادي الأهلي وشيكابالا كمان قائد فريق نادي الزمالك ومحمد النين لاعب فريق الجزيرة الإماراتي وإنهم جاهزين لتوفير كل الاحتياجات للأسرة. وأعلن محمد سمير كمان إنه هيزور أهل اللاعب الراحل ومعاه كابتن مجدي عبد العاطي طبعا مدير فني نادي زد وكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة في نادي زد عشان يعرفوا كل احتياجاتهم. المبادرة الإنسانية لم تقتصر فقط على تحركات فردية من اللاعبين لكن كمان نادي إمبي أصدر بيان رسمي قال فيه إن كل اللاعبين والأجهزة الفنية في الفريق من نادي وقطاع الشباب والرياضة وفريق بايونيرز اللي بيرعاهم نادي إمبي قرروا طبعا استقطاع بكل تأكيد وشايفين طبعا البيان مع حضراتكم جزء من مكافأتهم عشان يدعموا أسرة زميلهم الراحل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ. من هنا اكيد بنشكر كل واحد بيساهم ويساند في وقت الشده ودي المواقف طبعا اللي بتظهر وهي دي الرياضه بمعنى كلمه وعايزين دايما الروح الحلوه دي تستمر ما بيننا وما بين بعض باذن الله في الفتره القادمه. اتمنى ان شاء الله باذن الله يكون في مراجعه كمان الملف الطبي يكون في سرعه طبعا للاستجابه اللي شفنا اكتر من حاله طبعا في الفترات الاخيره. اتمنى ان شاء الله الملف ده يتم حله في اقرب وقت ممكن.